بعد مضي ما يقارب العامين على خسارته، لا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب متصدرا لأخبار المشهد الأمريكي على أكثر من جبهة. ووسط أخبار ترشحه مجددا للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة وإصراره على نكران النتيجة التي أوصلت منافسه جو بايدن إلى السلطة، يبقى اتهامه بالتحريض على هجوم الكابيتول 2021 واحدا من أكبر القضايا التي يواجهها. وقال المدعي الفيدرالي السابق في نيويورك كيفن أوبراين لوكالة فرانس بريس إن ثمة احتمالات بأن يواجه ترامب اتهامات من قبل وزارة العدل، وقد أوضح أن الملف القانوني قوي وسيبدو مقنعا لهيئة المحلفين، شرط أن يتمكن المدعون من الربط بين خطط ترامب ومحاميه جون إيستمان لإلغاء فرز الأصوات الانتخابية في الولايات الكبرى من ناحية وتمرد الكابيتول من ناحية أخرى. وسعى ترامب لإقناع أتباعه بزيف نتيجة الانتخابات الرئاسية وشجعهم على التجمع في 6 يناير عام 2021، وطلب منهم التوجه إلى الكابيتول، بينما كان المشرعون يصادقون على نتائج الانتخابات الرئاسية. ويمكن لوزير العدل الأمريكي ليميريك غارلاند أن يتوقع دعما شعبيا قويا إذا قرر اتهام دونالد ترامب، فنحو 60% من الأمريكيين يرون أنه يجب محاكمة الرئيس السابق وفق استطلاع جديد أجرته شبكة ABC نيوز ومركز إيبيسوس. ولكن المدعي الفيدرالي السابق في سان دييغو نعمة رحماني أشار إلى أن وزير العدل لا يملك الشجاعة للبدء بهذه المعركة، وقال لوكالة فرانس بريس إن اتهام رئيس سابق سيكون أمرا غير مسبوق وسيتطلب مدعيا قويا مستعدا للتعامل مع قضية صعبة ومشحونة سياسيا.